طيب بوتين قال كلاما فيه دلالة، البعض قال فيه دلالة، يعني بوتين قال لماذا تلومونني على وضع أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل على أراضي الغير وأمريكا تفعل ذلك صباح مساء؟ نعم صحيح، كلامه صحيح، هذا الشيء موجود في وقلت أنا قبل قليل بأنه موجود في كل الدول الأوروبية، موجود في ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ويوجد في الدول الناتو، يوجد كذلك يعني سلاح نووي، هذا ليس غريبا، ولا ما يقوم به بوتين هو ليس بهذا الشيء الكبير ولن يفيد، ولكن ربما الآن يدعي بوتين بأن لوكاشينكو ترجاه وطلب منه أن يجلب هذا السلاح، ربما معه الحق في هذه النقطة. ونحن نعلم لو كان في أوكرانيا سلاحا نوويا لربما لما تجرأ بوتين بأن يغزو أوكرانيا، فربما يظن لوكاشينكو ويظن بوتين بأنه يستطيع أن يصعد، ويستطيع كذلك لوكاشينكو يشعر بنفسه بأنه الآن هو في أمان، أصبح لديه سلاح نوويا. ولكن دعني أقول بأن العالم الغربي يراقب كل التحركات وخاصة النووية في روسيا، وأقولها بكل وضوح قبل أن يحركوا ساكنا فسوف تقطع يدهم في هذه النقطة.